خلينا نروح كمان للرئيس عبد الفتاح السيسي، خبر هام للغاية. يبدأ غدا زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستمر لمدة يومين، ده في إطار التشاور والتنسيق بين القاهرة وأبو ظبي في مختلف القضايا. من المتوقع أنه يعقد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعقد جلسة مباحثات ثنائية، وده في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة التحديات اللي بتواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط. وأكيد هذه الزيارة لها يعني لها مدلول معين، أيضا لها عدد كبير من القضايا اللي منتظرين أنها تكون على يعني مائدة المناقشات. معانا من أبو ظبي عبر الهاتف الدكتور عبد القادر، عفوا الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات. أهلا بك يا دكتور عبد الخالق. اهلا وسهلا بكم، مرحبا. اهلا بك يا دكتور. اسال حضرتك وجهه نظرك، مدلول زياره السيسي للامارات غدا كيف تراه؟ يعني العلاقات بين الامارات ومصر تتجاوز الابعاد الاستراتيجيه والسياسيه وحتى الاقتصاديه لكي تصل الى مستوى العلاقات الشخصيه والإنسانية العميقة، ليس فقط للشعبين وإنما لقيادة البلدين. أعتقد يعني بعدما وصلت إليه العلاقات المصرية الإماراتية إلى هذا المستوى المتقدم من التنسيق في كافة المجالات، هناك حاجة باستمرار لتعميق هذا الجانب الإنساني الذي أسس له الشيخ زايد في علاقاته السابقة مع مبارك وقبل ذلك مع رؤساء مصر السابقين. فأعتقد يعني نحن أمام الآن ليس زيارة رسمية وليس زيارة اعتيادية، وإنما هي زيارة أخوية لدولة شقيقة لمناقشة كافة الملفات الساخنة الموجودة على الساحة أولا. نعم، وده يخليني يا دكتور أسأل حضرتك أهم القضايا المتوقع أن يتم مناقشتها في هذه الزيارة. في المقام الأول يعني هذا الهم والهاجس المشترك، وهو هم القضاء على الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للإرهاب بكل أشكاله التي تلت به منطقتنا العربية ومصر ودول أخرى. فأعتقد يعني كيفية التعامل مع هذا التهديد الذي يعني المطروح أمامنا جميعا هو في المقام الأول. نعم. وبعد ذلك يعني أمن واستقرار وازدهار مصر، وكيف يمكن للإمارات ودول الخليج والسعودية على رأسها كيف يمكن لها أيضا تدعم الاستقرار في مصر والازدهار في مصر إن كانت هناك حاجة للمزيد من المساعدات. فأعتقد العلاقات الثنائية الخليجية المصرية الإماراتية المصرية. نعم. هي في قلب كل حديث. طب دكتور أيضا أسألك عن القضايا الإقليمية، ما هي يعني إذا تذكر لنا بالأولوية القضايا التي سيتحدث فيها أو ستتحدث فيها القيادتان؟ الملفات التقليدية كلها واردة بما في ذلك اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية ومستجداتها، لكن أعتقد هناك الآن إرادة دولية أمريكية للتصدي للتوسع والتمدد الإيراني، وضرورة تكون هناك جبهة عربية مكونة من مصر السعودية الإمارات الأردن ودول الخليج الأخرى للتصدي للتمدد الإيراني الذي زاد عن حده وبلغ مستويات مقلقة في العراق وسوريا ولبنان في العديد من المنطقة العربية. التنسيق على هذا الجبهة أعتقد هو المطلوب حاليا، وأعتقد سوف يكون موضوع حديث بين قيادة البلدين. بشكرك شكر جزيل دكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، كنت معنا عبر الهاتف من أبو ظبي.